الفيديو ديال اليوم هو إهداء للناس اللي طلبوا مني الطريقة كيفاش كنطوي البسطيلة والطريقة ديال التزيين ديال البساط ديالي، واخا كل بسطيلة عندي ما كتشبه الاخرى، كل واحدة والتزيين ديالها، واكيد كل واحدة والثمن ديال البيع ديالها. وبالنسبة للاخوات اللي كيتواصلوا معايا على الطريقة ديال البيع ديال البسطيلة، خلوا لي لي كومونتير، واللي مهتم وغادي ندير لكم فيديو فيه كنشرح لكم فيه كيفاش كنبيع البسطيله ديال الحوت. عندي بزاف ديال الاثمنه والكليان هما اللي كيختاروا الثمن اللي عاجبهم. ونبداو على بركه الله. المهم من بعد ما قديت الحشوات ديالي وجدتهم وحطيتهم، دابا كناخذ الفران كيسخن اولا، راه الاخوات كاين اللي كيدي الفران ديال الزنقه. المهم كناخذ واحد الصينيه وكناخذ الورقه وكنبدا كنستفها بالشكل اللي كيبان لكم. كندير الاولى وكنجي للجنب ديالها ونحط الثانيه. المهم الطريقه راه كتبان لكم، وهاد الطريقه سهله بالنسبه للمبتدئات للمحترفات للهاويات، كلشي سهله لي هاد الطريقه هادي، وانا هادي هي اللي كنعتمد بزاف 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 في البساط ديالي. المهم كنبقى غاديه بالورقه حتى كنسالي، كندير ورقه في الوسطي، واكيد كندير الزيت. ضروري ديروا الزيت. اشنا هو الهدف ديال الزيت في البساطل؟ هو اللي كيخلي لك الورقه مقرمشه، ما كيخليش لك الورقه كي كتخرج من الفران كتدبل وكتولي بحال الرغيفه، لا كتبقى مقرمشه، خصوصا البساطل ديال اللوز. الزيت والعسل كتبقى التقرميشه ديالها واخا تبات واخا تقس يومين، والبساطل ديال الحوت ولا الدجاج بالحوت. المهم تقرميشه راه السر ديالها هو الزيت. الطريقه كيف كتشوفوا في الصوره ما كاينش كندير تنشرحها لكم، خصكم تشوفوا الفيديو كيفاش زعما كيفاش كنستف الورقه. انا يا لاله كنجي كناخذ الفيرميسيل من بعد ما درت لها القمه ديالها. القياس اللي غادي نخدم في هذه البصيله غادي ندير الفيرميسيل ديال 450 غرام. صافي درت لها القمه ديالها مع الشامبينيون مع لي ريساز، الحامض كنخليه حتى الاخر، عاد كنضيفو، غادي نخلط مزيان مزيان. وغادي ندوز دابا باش نوري لكم الطريقه ديالي في التعمار ديال البساط. ضروري نخلطها مزيان باش داك الحامض يحمض ليا الفيرميسير كلها، ماشي تجي بلاصه حامضه او بلاصه لا. ايوا يا لاله دابا غادي ندوزو باش نفرقوها في الطاوه ديالنا. غادي نشد تقريبا نص ديال الفيرميسيل. المهم اللي بين نقول لكم ديال 450 راه كيشاط ليا منها واحد جوج حفنات، تقريبا واحد 200 غرام كتشيط، ديما كتشيط ليا كنخليها يا باش كندير لهم البريوات ولا شي ديكوراسيون. المهم كنشد كندير شويه ديال الفيرميسيل من التحتين. يستحسن ديروا هذه الطريقه هذه، كتجي كيكون الحوت فيها كيجي باين، ماشي بحال الا درتو الحوت مخلط مع الفيرميسيل ما كيبانش. هنا خدمت بالسان بيير، انا كنوري لكم سان بيير كندير 2 كيلو ديال الفيلي ديال سان بيير. المذاقات اللي كيجيو الحوت اللي كيجي زوين في البسطيله، عندك الكولا، عندك سان بيير، عندك لا لوت، اسيغاغ اولا السنور، راه ما كيجيش في البسطيله، راه ما تعذبوش راسكم وديروا اسيغاغ في البسطيله. والباقي الحوت الابيض المستطيل اكيد راه كيجي بنين فيها، غير هو راه تيتقام غالي بزاف بزاف. انا كنفضل نخدم بالحوت هكا واقف، كندخلها للفران كنشد هذاك الفيلي كندخلو للفران مع شويه الزبده والقامه ديال العطريه ديال البسطيله، صافي وكندخلو للفران كيتصهد واحد 10 دقائق وكنحيدو تيبقى باين وتعطي ديك الزبده مع ديك مع القامه كتجي باينه وكتكون بسطيله بنينه، كتضربي تماره ولكن في الاخر كتكون النتيجه يا سلام. صافي كنفرق هذيك 2 كيلو ديال الحوت الابيض من التحتين وتنزيد عليها الكروفيت من بعد حتى هو ما شحرته مع شويه ديال العطريه ديال البسطيله والحامض مصير الريسا ورقه سيدنا موسى والثومه. المهم الطريقه ديال البسطيله ديالي راه فايت لي شاركتها معكم بزاف ديال الاخوات، ولات معتمده عندهم حيت سهله بزاف بزاف بزاف، ما كاينش مسهل منها وبنينه بزاف. صافي كنفرق الكروفيت 2 كيلو ديال الكروفيت باش خدمت 2 كيلو ديال الكروفيت، منين كيتنقى راه تيعطينا واحد الكيلو.
ايوا الى لهنا كالامار، 2 كيلو ديال الكالامار. انا ما كنخدمش بالبسامر، ولكن كاين بعض الاخوه تيقول لك ديري لي انا بسامر باش يجي الثمن ناقص. الثمن ديال البسطيله فيها كالامار راه ماشي هو الثمن ديال البسطيله فيها بسامر. صافي تنفرق مزيان مزيان، وتنجي عاوتاني كندير شويه ديال الفيرميسل من الفوق، ماشي النص اللي درت لتحتي اللي كندير الفوق، الا كندير غير شويه باش يجي الحوت باين بزاف بزاف. وكاينين كليان اللي تيقول لك ما ديريش ليا كاع الفيرميسل، بيان سور راه كيكون الثمن طالع. المهم انا راه غادي نقرا لي كومونتير ديالكم، وغادي ندير لكم فيديو غادي نشرح لكم مزيان 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 كيفاش تبيعوا. خلوا لي لي كومونتير باش نشوف واش الاغلبيه بغاو اولا لا. المهم منين كنسالي كنجي وكنهز الطبقه الثانيه اللي درنا ديال الورقه، وتنعاود ندير الزيت الى رديتو البال. ايوا صافي، وديك الطبقه الاولانيه باش بدينا اللي سرحنا الورقه كنشدو تندير لي بلي طويات، كنطوي وتنحط. صافي، ما كندير لا دقيق، ما كندير لا بيض، ما كندير لا زبده، والو، راه غير الزيت. راه هاد لي ديتاي راه مهمين بزاف بزاف. وانا كيف كنقول لكم في العناوين دروس مجانيه، انا بالفرحه عليا نوري لكم داكشي كله اللي كنعرف، راه ما عندي حتى مشكل. الرزاق الله، صدر ربي اللي تيرزق كل واحد، واللي مكتبه ليه شي حاجه راه كيشوفها. صافي، ضروري ضروري تقبل بسطيله. كاين بزاف ديال الاخوات كتفرق عليهم بسطيله من الجناب، انا الا رديتو البال البساطل ديالي اللي مقاده كله ما كايناش شي وحده مفرقعه من الجناب، حيت السر هو تقبيل البسطيله مزيان مزيان وديناها بالزيت. ومن بعد ما تحمرات الفران، هادي ما خبيتهاش، لحقيتهاش حطها في الفران الفوقي، ما شعلاش لا العافيه من الفوق، شعله لا العافيه من التحتي، متوسطه متوسطه على المجهده، ما كنتش دايره ميله، وكتبقى كطلع ديك الحموريه بوحديتها. هنا زوقت بالكموسه، الديكوراسيون كيف قلت لكم ديكوريو باي حاجه، ولكن على حساب الكليان. كاين الكليان تيقول لك بغيت الديكوراسيون يكون واو، تكون عامره من الفوق بداكشي اللي لحت النهار الاول. وللتذكير انا كنت سباقه بزاف 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 البساطل اللي مدق اللي فيهم ديكوراسيون من الفوق بالبريوات ولا الحوت ولا الليمول، ولا انا اللي كنت سباقه لهذا، وليا الشرف ليا الشرف. وبصحه الاخوات اللي ولاو تي ديكوريو بحالي، بصحتكم وراحتكم. مال حتى في الانترنت الا وبغيتكم تهزوها وبغيتكم تحطوها بحال كي كنقاده انا، وضروري كتبقى اللمسه الخاصه ديال كل واحد، ضروري ضروري كتبان. ايوا صافي، انا شديت العش ديال الكنافه ودرت فيه الهريسه باش يجي داكشي منظر، باش نخرجوا على المعالق ولا دوك هادوك الغطيات ديال الليمول، تقدروا حتى هما ديروا فيهم الغطيات ديال لي زبيد، تقدروا ديروا فيهم حتى هما الهريسه. نخرجوا على الحامض، عقلتوا على الحامض فاش كانوا تيديروا الحامض تيحلوها وتيديروا فيها الهريسه، نخرجوا على داكشي والسلام. دابا راه كلشي تطور. ايوا انايا لالا قديت الكروكيت، هاد الكروكيت راه مقداهم بلا دند بمذاق الحوت. كنشد لا دند وتندير فيه العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، وكندير فيه الثومه وتنعمرو بالفرماج من التحت. ايوا لحد الان راه بدات تتبان البسطيله، بدات كتطلع. ايوا صافي، انا غادي ندير الكروكيت وغادي ندير الحامض. الحامض شديتو حتى هو وقطعتو. هاد الطريقه راه كلشي كيعرف يديرها، ساهله بزاف بزاف، وهي اللي كتفك. ايوا لالا، وغادي نزيد عليها الكروفيت كري باش زعما غابل بانها راه البسطيله ديال الحوت. صافي، كان هذا هو التزيين المتواضع، وكنتمنى تعجبكم هذه البسطيله وتعجبكم هذه الفكره. والاخوه راه اي وحده ولا اي واحد خلى لي كومونتير على شي حاجه بغا، راه كنديركم في البال والله العظيم، راه كنتسنى غير الوقت حتى انا تكون عندي باش نصور لكم. صافي، المهم الاخوات اللي طلبوني على الطويات البسطيله، يعني شاركتها معكم، بارطاجيوها مع الحباب والصحاب كيف كنبارطاجي معكم انا، بارطاجيو مع الناس. راه هاد القناه ما واخداش حقها، لحقيتاش اي وحده كتدخل ما كتبغيش تشارك مع وحده اخرى، تتقول لا باش ما يعرفوش منين جبتها هاد الغوسيت ولا لا. كي شاركتها معكم انا بقلبي كبير، حتى نتوما شاركوها مع الناس بقلبكم كبير،
وسيد ربي راه غادي يرزقكم، والله تيرزقكم. انا راه كنبارطاجي معكم اليوم، ولا غد ليه كنشد شله كوموند على ديك الصالاد اللي بارطاجيت معكم. ايوا نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله، وخليت لكم الصحه والسلامه وطول العمر. وتدخلوا لي لي كومونتير واش بغيتوا نهضروا شويه على الطريقه ديال البيع، خصوصا بزاف ديال الاخوات اللي متبعيني كياخذوا لي كوموند وتيبغوا يعرفوا كيفاش يبيعوا، او لا بغيتوا شي وصفه اخرى. المهم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الماجي، وشوفوا ليا زدت لها شويه ديال لادان فومي، زدت لها شويه ديال لانات. المهم ديكوراسيون بحال انا فاش كنحط الشلايض ولا فاش كنحط البساطل ولا الدجاج ولا اللحم ولا اي حاجه تيجيب لي الله بحال قدامي شي طابلو كنرسم فيه. انا السطريس كنحيدو بالكوزينه باش تعرفوا، والكوزينه عندي في الدم، وعزيز عليا عزيز عليا الفينيسيون، عزيز عليا داكشي يكون فيني ما يكونش الغلط نهائيا، يكون داكشي مقاد ومحلق ومزوق مزيان وهادشي اللي دار فيا الله. المهم الكوزينه راه فن، وكيف كنقول لكم ديما راه علمت اشياء وغابت عنك اشياء. ما يمكنش تعرف كل شيء، وما يمكنش تقول هاد الغوسيت ديالي انا. كيف كنقول لكم ديما خلو قلبكم كبير، والله غادي ياتيكم من حيث لا تحتسبون.